بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بـ C Programming أو البرمجة بلغة السي. طبعا في المحاضرة اللي فاتت خلاص شفنا الهيلو وورلد Layout وشفنا من خلاله يعني إيه Function، وعرفنا إن الدالة الفرعية دي لها حاجة اسمها Argument أو البرامتر اللي الدالة أو البرنامج الرئيسي بيبصيها لي Function، ولو كان مفيش برامتر بتتباصة بنحط Void. وشفنا كمان الانتجر as a return type من الفانكشن، وشفنا الكي وورد الخاصة بالريترن. ثم سمعنا عن حاجة اسمها البلوك، وقلنا البلوك ده عبارة عن جزء من البرنامج بعمل له delimiter عن طريق او بحدده عن طريق البروسس بعد كده شفنا ستاندرد لايبراري اسمها ستاندرد انبوت اوتبوت، ودي كنا بنقول عليها هيدر فايل هي لوت اتش، وبعمل لها انكلود عن طريق هاش انكلود. ثم شفنا الرساله اللي كانت بتطبع في البرنت اف، وقلت دي عباره عن مسج او سترينج كونستنت. النهارده ان شاء الله كل برنامج المفترض ان يبقى بيقرا او بنسمح له او بيسمح البرنامج ان اليوزر يدخل بيانات ونطبع الناتج على الشاشه. اي لغه برمجه هتلاقي فيها جزء او شابتر بيتكلم على الانبوت اوتبوت. هنا ان شاء الله هنتكلم على ازاي تعمل برنت للاوتبوت. هنعمل برنت للاوتبوت عن طريق statement اسمها print f او print formatted. هنشوف من خلال البرنت اف حاجة اسمها الformat specifier، وهنشوف داخل البرنت ازاي بقى تعمل برنت للconstant وبرنت الحاجة اسمها الvariable هنستعرضه فيما بعد. ثم هنشوف option داخل المسج بتغير اتجاه تفسير البرنامج او تفسير البرنت اف للمسج، حرف اسمه escape sequence. بعد كده هنتكلم على variable، وهنعرف ان الvariable ده عبارة عن مساحة موجودة في الميموري مخصصة لمكان معين، ده الفاريابل. هنشوف ايه اللي ممكن تسجله داخل الفاريابل ده، هنشوف التايبس المختلفة، وهنعرف ازاي how to declare a variable، وهنعرف ايه الفرق بين الديكليريشن والديفينيشن او تعريف المتغير. ده البرنت اف في ابسط صورها لما تحب تطبع مسج. عشان تطبع مسج او string constant بتحط دبل كوتس وتحط الرسالة بتاعتك بالشكل ده، ده هيطبع لك this is the number 10. تعالى نشوف ده بالكود بلوكس، ده البرنامج بتاعنا. هنشوف هنطبع رسالة مثلا generation number is 10، وهنعمل run او build and run. زي ما انت شايف الرسالة اللي طلعت على الشاشة generation number is 10. اوكي، ده طبعت مين؟ طبعت message. طيب ايه الميزه ان حضرتك تطبع لي الرساله دي وتحطها بالشكل ده؟ يعني طبعت رساله بطبع مسج بحطها بين دبل كوتس، دي الرساله دي ربما تكون برومبت او توضيح للمستخدم ان انا هطبع لك وليكن الـ مثلا الراتب، هطبع لك ضرايب، هطبع لك ايه بالظبط. تمام، ممكن اعمل ده بطريقه تانية. ممكن اقول جينريشن نمبر واجي مثلا احط حرف بالشكل ده، او ان نيجي نعمل ده ونكرر الجمله دي مثلا، وهكتب هنا مثلا اوكي ويلكم او start generation. تعال نعمل run للبرنامج، هعمل build run. هتيجي تبص تلاقي generation number is 10، وبعدين مع انك كاتب print في جملة منفصلة الا انه لما طبع على نفس السطر من مكان الانسيرشن بوينت او علامة الادراك طبع وكمل على طول. ده معناه ايه؟ معناه ان البرنت اف بتاع حضرتك حتى لو كاتب جملتين ثلاثة برنت اف، هو بيعمل ايه؟ بيكمل بيطبع الجملة دي زي ما هي ويقف، وبعدين يشوف بتطبع ايه تاني ويطبعه على نفس المسار. وبالتالي لو انت كاتب اكتر من جملة هيطبعوا كلهم على نفس السطر لحد ما عرض الشاشة بيخلص وينزل تاني يكمل من سطر جديد. عشان تعمل الموضوع ده هتعمل ايه بقى؟ عشان محتاج ان انت تنزله سطر جديد. اوكي، في حاجة اسمها escape sequence يعني حرف مجرد ما بيشوفه بيغير من اداء او من تفسير الرسالة اللي موجودة. انا حطيت باك سلاش هنا، وتعالى نشوف كده generation slash number هتطبع ازاي. اوكي، هعمل build run. تيجي تبص تلاقي طبع generation وطبع number is 10 start generation. ايه ده؟ اصلا في كمان هنا ان ناقصة، ده اللي بقول عليه اسمه escape sequence. الاسكيب سيكونس بتبدا بالحرف ده، الحرف ده باك سلاش، باك سلاش. الباك سلاش ده لما تحطه مع حرف بيبدا يفسر الحرفين دول بمعنى تاني، يعني هو مش بيطبع رساله بس او رساله ستاتيك بس، لا ده بيبدا ساعه ما يشوف السلاش يبدا ياخد باله من الحرف اللي وراه.
لاجل الحظ ان باك سلاش ان دي عباره عن نيو لاين. النيو لاين ده عباره عن كارج ريتيرن، يعني بينزل سطر بيرجع هنا، يعني بيرجع لاول السطر في شاشه الخارج، ولاين فيد وينزل لسطر جديد، فكانه بينزل لسطر جديد. باك سلاش ان كانها نيو لاين. وبالتالي لو انت عاوز تقول له ان كمان، يبقى جينيريشن نمبر، جينيريشن تطبع في سطر ثم نمبر از في سطر. ده لو انا حبيت احطه كومنت، وهنعرف الكومنت بيتعمل ازاي، بحط 2 باك سلاش. اوكي، يبقى ده خليته كومنت وكان السطر ده مش موجود، تعال بس ننفذ السطر ده فقط، او حاليا شيل ده خالص. اوكي، يبقى انت جينيريشن باك سلاش ان نمبر از 10، ايه اللي هيحصل؟ هيطبع الجينيريشن ثم باك سلاش ان هتفسر على انها سطر جديد، وبعدين يطبع نمبر از 10. هنعمل بيلد اند ران، طبع جينيريشن بالفعل ونزل لسطر جديد. اوكي، عمل نمبر از 10. مين بقى اللي نزله السطر الجديد ده؟ اتفقنا باك سلاش ان، ده باك سلاش ان. طيب لو انا جيت دلوقتي عملت باك سلاش تي، باك سلاش تي، اوكي، وعملت بيلد اند ران، هتلاقي جينيريشن، وبعدين عمل حاجه اسمها التاب ستوب او التاب، ساب مسافه 8 مسافات، كانه مقسم عرض الشاشه ل 8 حروف، وبيشوف الحرف ده فين بالظبط، ويبدا عند بدايه 8 جديد. فجينيريشن وساب الصداده او اللي مكتوب عليها تاب في الكيبورد عند حضرتك، التاثير بتاعها اللي هو بنعالجه ب باك سلاش تي. لما تحب مثلا تعمل جدول، تقول لي مثلا الاسم، العمر، المرتب، فعاوز تعمل تيبل بشكل كويس، عشان تعمله بالشكل ده اعمل ايه؟ اعمل باك سلاش تي. طيب طبعا لو انت حضرتك دلوقتي الباك سلاش لها مينينج مميز، ده السكيب سيكونس. طب لو انا حبيت احط فيه الرساله باك سلاش احطه ازاي؟ ما انا لو حطيت الباك سلاش هيفسره على انه سكيب سيكونس. لو حبيت تحط باك سلاش والطبع في الرساله، حط 2 باك سلاش كده، 2 باك سلاش معناه ان هيطبع لك باك سلاش واحده، هيطبع جينيريشن سلاش، عفوا جينيريشن باك سلاش نمبر. لو انت عملت ران هتشوف الوقت جينيريشن، وطبع لك مين؟ وطبع لك الباك سلاش بتاعت حضرتك. طبعا ما كان لها ان هي تطبع لولا وجود الاثنين باك سلاش. خلاص عرفنا الوقت لما تحب حضرتك تطبع اكتر من سطر تعمل ايه؟ حط الباك سلاش ان كنيو لاين. طيب انا ممكن نطلع بقى خلاص من موضوع الباك سلاش. طبعا السكيب سيكونس فيه اكتر من حرف، في مثلا باك سلاش بي معناه باك سبيس، وفي باك سلاش اكس معناه بيطبع رقم في حاجه اسمها الهكسا ديسمال، تقدر تبص على الكلام ده بالتفصيل. طيب تعالى دلوقتي بدل ما كنت بعمل كده بقول له جينيريشن نمبر از 10، لا ده انا هعمل ايه؟ هحط مكان ال10 دي احط بيرسنت دي مثلا، وهاجي هنا احط كاما واكتب مين؟ واكتب ال10. ايه اللي انت عملته ده؟ دي رساله زي ما اتفقنا هتطبع زي ما هي. اوكي، جينيريشن نمبر از، اول ما يلاقي البيرسنت يبدا يغير من التفسير ويقول ان ده حاجه اسمها فورمات سبيسيفاير. ايه الفورمات سبيسيفاير ده؟ الرساله بتطبع زي ما هي، واول ما يشوف فورمات سبيسيفاير يروح بعد الدبل كوتس والكاما ويشوف مين هناك اول حاجه العشرة، فيبدا يفسر العشرة انها رقم صحيح وتطبع او يحصل لها بلاجنج هنا، تنزل مكان مين؟ مكان بيرسنت دي. بيرسنت دي خاص بمين؟ بالانتجر، بالاعداد الصحيحه. معنى الكلام ان الرساله دي هتطبع جينيريشن نمبر از، وبعدين العشرة تيجي مكان مين؟ مكان البيرسنت دي. بيلد اند ران جينيريشن نمبر از 10، نفس التفسير اللي فات بالظبط. طيب لو انا دلوقتي حبيت، تعالى انا اوريك حاجه في الباور بوينت. ده خلاص شفنا ان دي مسج او سترينج، اتفقنا الاسكيب سيكونس اللي بتغير من تفسير الرساله، قلنا باك سلاش ان نيو لاين، باك سلاش تي تاب، باك سلاش باك سلاش معناه ان انت عاوز تحط باك سلاش بالفعل في الرساله، باك سلاش دبل كوتس، خد بالك ان الدبل كوت كانت بتحدد نهايه الرساله، فانت لو حطيت دبل كوتس في الرساله هيبدا يفسر ان الرساله غلط، الرساله انتهت، ويديلك خطا. لكن لما تحب تحط الدبل كوتس لان هي لها معنى، احطها عن طريق مين؟ باك سلاش دبل كوت. زي ما انت شايف انا حطيت مثلا ماي نيم از مصطفى، وبرنت اي ام ان اسوشيت بروفيسور، برنت اف ان ذا فيلد اوف كنترول انجينيرنج. طبعا التلات جمل دول تلات جمل منفصلين داخل الكود، لكن اثناء التنفيذ هتلاقي ماي نيم از مصطفى، ويكمل اي ام ان اسوشيت بروفيسور ان ذا فيلد اوف كنترول انجينيرنج، كلها على سطر واحد لحد ما عرض الشاشه يخلص. اوكي، زي ما انت شايف كده.
قلنا الباك سلاش ان دي عباره عن كارج ريتيرن ولاين فيد، لكن بتتخزن في الميموري كانها سنجل كاركتر اللي هو مين، اللي هو اللاين فيد. واتفقنا على الباك سلاش تاب تي، واتفقنا على الباك سلاش والدبل كوتس. لو انت جيت هنا بقى قلت ماي نيم از مصطفى وحطيت باك سلاش ان، ده معناه نيو لاين، نيو لاين. باك سلاش ان، باك سلاش ان معناه ان انا بسيب سطرين. لو حبيت زي ما قلت ان البرنت اف تطبع فورمات الاوتبوت على السكرين، واتفقنا على حاجه اسمها الفورمات سبيسيفاير اللي هو زي البيرسنت دي، وده معناه سايند يعني باشاره سايند ديسيمال انتجر. واتفقنا ان انت القيمه اللي موجوده هنا بتنزل مكان مين، مكان البيرسنت دي اللي هو الفورمات سبيسيفاير، يعني القيمه الاولى بعد الكاما بتنزل مكان مين، مكان اول فورمات سبيسيفاير. طب لو كان عندي اثنين، لو عندي اثنين حاجه زي دي، ذا جريد اوف بيرسنت اس از بيرسنت سي، يبقى الدبل كوتس بتاع الرساله خلصت ثم كاما، وبعدين بحط القيمه الاولى كاما القيمه الثانيه. اول ما لقى هيطبع ذا جريد اوف، اول ما تقابله بيرسنت اس. يعني ايه بيرسنت اس؟ ده فورمات سبيسيفاير لمين، للسترنج، للرساله. اوكي، وبعرف الرساله منين؟ بعرف الرساله من الدبل كوتس. وفي بيرسنت سي اللي هي الكاركتر، وده بعرفه منين؟ من السنجل كوت. يبقى انا المفترض هيطبع ذا جريد اوف وبعدين يشيل البيرسنت اس، يروح يدور على رساله بعد الكاما، هذه الكاما لقى بالفعل في رساله هنا بين الدبل كوتس، يبقى هيشيل بيرسنت اس ويحط مين يا جماعه؟ ويحط علي. يبقى ذا جريد اوف علي از قبله بيرسنت سي. مين بيرسنت سي؟ بيرسنت سي بترمز لمين؟ للكاركتر، للحرف. يبقى هيروح يشيل البيرسنت سي ويحط تاني واحد، ده ترتيبه الاول ده التاني، ده الاول ده التاني، ويبدا يشيل الحرف ده. مين قال ان ده حرف سنجل كوت؟ مين قال ان دي رساله دبل كوت؟ لما تحب تطبع حرف بتعمل ايه؟ بحطه بيرسنت سي. لما تحب تطبع حرف بتحط الفورمات سبيسيفاير بتاعت السترنج بيرسنت اس. يبقى الاول ينزل مكان الاول والتاني مكان التاني، وبالتالي يطبع لك ذا جريد اوف علي از اي. طيب نشوف بس تمرين نختم بيه على الكود بلوكس للموضوع ده. اوكي، هقول له مثلا ذا سكور اوف احمد از مثلا 76 زي ما اتفقنا. عمل ران للموضوع ده قبل كده، لو عملت بيلد اند ران هيطبع لك ذا سكور اوف احمد از 76، واتفقنا شلت ال 76 دي قبل كده وحطيت بيرسنت دي، وجيت هنا حطيت كاما، وبعدين حطيت القيمه بتاعت ال 76. اتفقنا هيبدا اول ما يقابل فورمات سبيسيفاير بيرسنت دي يبدا يشيلها ويحط مين، ويحط 76 مكانها، ويطبعها لك بنفس الطريقه. طبعا الفورمات سبيسيفاير كمان بيحدد لك لو انت عندك رقم فراكشنال تقدر تحط العلامه العشريه، بس مش بيرسنت دي بقى، بيرسنت اف للفلوت. واتفقنا لو انت حبيت تشيل ده كمان ممكن ان انا احط مثلا بيرسنت اس. يبقى هاجي هنا بقى الاول، اوكي ده رساله اقدر احط مكانه مين، احمد وكما و76 على انه انتجر، واقول له build and run هيطبع لك ذا سكور في احمد از 76. طيب خلص دخلنا بقى في حاجه جديده. طبعا انا ما استفدتش حاجه، كنت انا ممكن اكتب ذا سكور اوف واكتب احمد از 76 بدل ما اعمل كل ده. انت بتعمل الكلام ده ليه؟ لان ده هيبقى مكانه فاريبل، هيبقى مكانه فاريبل وانا ما اعرفش قيمته. يبقى لما تحب تطبع فاريبل هتعمل ايه؟ هتضطر تعمل الكلام ده. طب يعني ايه فاريبل الاول؟ الفاريبل بالنسبه لنا هو عباره عن ايه؟ الفاريبل ده عباره عن سبيس في الكمبيوتر ميموري، مساحه موجوده داخل ذاكره بتاعه الكمبيوتر، وهنا اقصد الرام. الكمبيوتر ميموري دي بالظبط كانها عباره عن بيلدينج او عباره عن مبنى او تاور، كل دور فيه بيقال عليه بايت، كل دور فيه عباره عن مساحه تخزينيه بيقال عليها بايت. المساحه دي او الفاريبل ده هي عباره عن المساحه في الذاكره اللي انا حاجزها ل certain kind of data، لبيانات معينه او بيانات لها طبيعه معينه. المكان اللي انت حجزته ده ليه اسم، given a name. النيم ده عشان اقدر اعمل حاجه اسمها الادريسنج، او ان انا احط عنوان للفاريبل. يبقى الفاريبل بالنسبه لي زي ما اتفقنا هو عباره عن مين، عباره عن مساحه في الميموري مخصصه باسم معين كعنوان وليها مساحه في الميموري،
والكلام ده مخصص للفاريبل. عشان حضرتك تعمل ديكلير للفاريبل، عشان تعرف الفاريبل او تعلن عن الفاريبل، المفترض ان ايه اللي بيحصل؟ بديله اسم وتايب، بديله اسمه ايه وهيشيل بيانات نوعها ايه. كمان داخل السي لانجويج عشان تتعامل مع متغير، المفترض قبل الاستعمال تكون انت عامل له ديكليريشن. كمان ديكليريشن فين؟ في بدايه المين. لو حطيته في وسط الجمل الاكسكيوتابل، احيانا بعض الايديتور او بعض الكومبايلر بتعمل خطا، زي مين؟ زي المايكروسوفت فيجوال سي بلس بلس كومبايلر. لو انت بتكتب عليه سي وعملت ديكليريشن لفاريبل داخل الجمل التنفيذيه مش في بدايه البرنامج، اوكي، هيحصل في مين؟ هيحصل في خطا. يبقى المفترض للامان بغض النظر عن الكومبايلر اللي انت بتتعامل معاه، لما تحب تعمل ديكليريشن لفاريبل هعمله فين يا جماعه؟ هعمله في بدايه البرنامج بعد القوس او بعد البراس بتاع البيجيننج بتاع المين. تمام. الحاجه الثانيه هنعرف دلوقتي يعني ايه variable definition. variable definition ان انا بعرف مخزن. عشان تعرف المخزن المفترض بديله نيم وتايب ومين وvariable، وعفوا وvalue. الvariable types انواع المتغيرات ايه داخل لغه السي؟ في integer يعني ارقام صحيحه طبعا بمشتملاتها، فيها منها انواع كتير جدا لكن حاليا بنركز على الانواع الرئيسيه. في integer، في كمان float بيقبل الارقام الكسريه، في كمان character يعني single letter حرف، اوكي، وفي سترينج اللي عباره عن مين؟ عن المسج. التايبس دي كلها اللي انت بتتعامل معاها على انها بيرسنت دي، بيرسنت اف، بيرسنت سي، بيرسنت مين، بيرسنت اس، اوكي. طيب الفاريبل ده لما تحب تسميه الاسم بتاعه، اي حرف او اي اسم ينفع يبقى اسم فاريبل؟ لا، كل اللغات تقريبا بتطلب منك ان الاسم يكون بيحتوي على، ممكن يحتوي على حرف، ممكن يحتوي على رقم، ويحتوي على علامة خاصة وحيدة هي عبارة عن الاندرسكور وليس الداش، اوكي، اللي هي الشرطة اللي موجودة تحت اندرسكور. اهم حاجة ان الفيرست كاركتر بتاعك ما يبقاش مين؟ ما يبقاش رقم. الفيرست كاركتر ما يبقاش رقم، ممكن استعمل الاندرسكور، اوكي. يبقى اسم الفاريبل يحتوي على رقم، لكن ما ينفعش يكون بداية الاسم عبارة عن رقم. ينفع يكون اندرسكور، ينفع يكون اندرسكور، لكن مشكله الاندرسكور، الاندرسكور بتعمل كونفليكت مع الكومبايلر جنريتد ايدنتيفاير او مع المتغيرات داخل الستاندرد لايبرري، وبالتالي يفضل ان بدايه الفاريبل لا ما تبقاش اندرسكور، وما ينفعش تكون بادئه بمين؟ بادئه برقم. يعني الاسماء اللي قدام حضرتك زي ثيتا ان راديان، اوكي، بس ثيتا هنا في مسافة، دي لا، ده انا اقصد بها ان في اندرسكور هنا، انا اسف، ثيتا اندرسكور ان اندرسكور راديان، في ان اندرسكور، ينفع يكون ده اسم؟ ينفع. اندكس 32 بيحتوي على رقم والرقم مش في البداية، ينفع. ساين اندرسكور فاليو، تنفع، اوكي. طيب 32 اندكس ما تنفعش لانها بادئه برقم، ثيتا ان راديان ما تنفعش لان فيها داش وليست اندرسكور، ساين دولار ساين فاليو ما تنفعش لانها تحتوي على علامه خاصه، العلامه الوحيده الخاصه اللي مسموح بها هي الاندرسكور. في حاجه حلوه جدا وانت بتكتب، بدل ما احط الاندرسكور كمان والاتجاه ده ماشي فيها، لما يكون الاسم بتاعك عباره عن اكتر من حاجه، ابدا بالاول، اول اسم عادي خالص، ثم احط حرف كابيتال في بدايه الجزء الثاني، يعني مثلا ثيتا ان راديان، فالار كابيتال والاي ان، ساين فاليو، طبعا ما بحطش سبيس، ما بحطش مسافه، ده ينفع. لاحظ كمان لما تجيش تسمي المتغيرات اكس وواي وزد، لو انت عندك برنامج كبير بعد شويه هتنسى مين الاكس ومين الواي ومين الزد، يفضل تحط مين بقى؟ meaningful identifier، اسماء لها معنى، اسماء لها معنى، اوكي يا جماعه. ده برنامج بسيط، ده include studio. جيت عملت declare declaration، عملت integer x، يعني كده عرفت x كمخزن في الذاكره، وقلت عليه ان هو بيحتوي على ارقام صحيحه، وبعدين حطيت x بيساوي كام؟ حطيت x بيساوي 10، يبقى كده x هو الليبل او الاسم، الفاليو هي مين بقى؟ الفاليو هي العشرة، وبعدين بقول له برنت اف value of x is، وحطيت بيرسنت دي، ما اقدرش احط الرقم بقى دلوقتي، انا ما اعرفش x بكام اصلا، x دي ربما تكون متغير، طبعا هي متغير، بعد شويه ممكن تتغير في البرنامج، ممكن اجيب قيمه انون، ممكن يحصل بروسيسنج او معالجه على القيمه دي، اوكي. فانا بقول له بقى value of x is percent d و x، ايه اللي هيحصل؟ زي ما اتفقنا، دي الرساله بتطبع زي ما هي، value of x دي رساله is زي ما هي، اول ما يقابل percent d هيعمل ايه؟ هيشيل الفورمات سبيسيفاير ده ويروح يدور على اول حاجه بعد الكاما، يلاقي مين؟ يلاقي الاكس. هنا مين الاكس؟ الاكس هنا ما هياش حرف،
لان مفيش سنجل كوت حواليها. الاكس هنا ما هياش سترنج لان مفيش دبل كوت. الاكس ده واضح ان هو فاريبل، والفاريبل ده قيمته كام؟ ب 10. والفاريبل ده محدد على انه انتجر، فينفع ان انا احط بيرسنت دي واعمل ايه بقى؟ واشيل القيمه بتاعه او اشيل بيرسنت دي واحط قيمه الاكس از ان انتجر، فالاكس بكام؟ ب 10، فيطبع لك فاليو اوف اكس از 10. اوكي، لاحظ كمان في الموضوع ده، اولا الملف التنفيذي بتاعك انا كنت مسمي البروجكت برنت اف 01، هتلاقي في ملف تنفيذي موجود لو انت رحت الويندوز اكسبلورر وفتحته، هتلاقي في ملف برنت 01.exe موجود تحت الديباج، موجود تحت الباين، موجود تحت البرنت اف 01، وهكذا هيمشي معاك على حسب انت مسجله فين بالظبط. الملف ده هو الملف التنفيذي، لو عملت عليه دبل كليك هيطبع لك الخارج بتاع الفانكشن بتاعتك او الخارج بتاع البرنامج الرئيسي. كمان افتكر لما اتكلمنا على الريتيرن، ده ريتيرن زيرو، فعشان كده البروسس ريتيرن زيرو، وده معناه ان حصل سكسس او العمليه بتاعتنا نجحت. زي ما اتفقنا ده شكل الفاريبل داخل الميموري، لو افترضنا ان ده جزء من الميموري، الجزء ده لو انت معرف فاريبل على انه انتجر هيبقى الانتجر ده بشكل ما بيحتوي على 2 بايت، اوكي 2 بايتس اوف ميموري، كل مكان من دول بيتقال عليه بايت، اوكي ده 2 بايت، ومكتوب جواهم مين؟ ومكتوب جواهم 6. لو انت حضرتك تقدر تعرف اكتر من فاريبل بنفس التايب، ان انت تعمل سيباريشن بس بمين؟ بكاما بين الاسماء. اوكي، زي ما قلت لما حضرتك بتعمل ديفاين للفاريبل، الكومبايلر بتاعك بيحط مساحه مناسبه في الميموري عشان تخزن عليها الفاريبل ده، وبشكل ما المساحه اللي احنا بنحطها بشكل ما بالفعل هي مش وظيفه الكومبايلر بشكل كبير. الوظيفه دي اللي بيحددها او بيحدد المساحه هو عباره عن الاوبريتنج سيستم، مع مين؟ مع الكومبايلر. اوكي، يبقى نظام التشغيل مع الكومبايلر، اوكي هو نظام التشغيل مع الكومبايلر، مع نوع الكمبيوتر بتاعك هو اللي بيحدد المساحه. كمان ممكن من خلال البرنت اف تقدر تعمل برينتنج لي جرافيكس كاركتر، تقدر تعمل برينتنج لي الجرافيكس كاركتر. ازاي الكلام ده؟ الكلام ده ان انا اقدر اقول ان كل كاركتر موجود داخل الكمبيوتر، احنا عارفين الكمبيوتر بتعمل واحد والصفار فقط، فالكاركتر سواء كان لتر او ديجيت او بانكتويشن او علامات خاصه، كل ده بيمثل على انه رقم. وحضرتك عارف بشكل كبير ان شفره الارقام دي اللي بتمثل كل حرف على الكيبورد بيطلق عليها الامريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج، الاسكي كود. والاسكي كود ده بشكل ما عباره عن 7 ديجيت، عباره عن 7 بت. ال7 بت دول بيدوا لك 128 شفره. اوكي، الشفرات دي بتتنوع بقى، شفره للابر كيس لتر واللور كيس، والارقام من 0 ل 9 والبنكتويشن والكنترول كاركتر. البي سي كمبيوتر في كمان 128 حرف بيمثلوا لي اللغات الاجنبيه، وبيمثلوا لي كمان الجرافيكس كاركتر، وبالتالي الشفرات بتاعتي بتمتد ل 255 بادئ من زيرو، يبقى انت بتتكلم على 256 شفره. تقدر حضرتك تدخل على جوجل وتكتب اسكي تيبل وتشوف الشفره بتاعت الكلام ده. طبعا في شفرات جرافيكس كاركتر تقدر تجيبها، عشان تطبع الكلام ده هتحط بس اسكيب سيكونس باك سلاش مين؟ باك سلاش اكس، وتحط الشفره. طبعا اللي انت شايفه قدامك ده الهكسا ديسيمال كود، هكسا ديسيمال كود ده نظام معين للتشفير بقدر استخدمه عشان اعمل ايه؟ عشان اديله شفره الجرافيكس كاركتر. اوكي، تقدر تدخل على الكلام ده وتشوف لو حبيت تطبع جرافيكس كاركتر هتعمله ازاي. تعال بقى نشوف بس وقت المحاضره عامل ايه معانا. طيب عشان وقت المحاضرة هنكتفي بهذا القدر، والمحاضرة الثانية ان شاء الله هتكون تمارين على اللي احنا اخذناه الوقت ان شاء الله. اتمنى لحضراتكم التوفيق، وان المحاضرة تحوز على اعجابكم، وان عجبك المحتوى لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.